عارفين شيء على يعني من سألكم انتم ماخذين اسكاب ادي بالهيد ادي الفيس الفولت هذا السكاب يعني زين التمبرال ريجن اليوم نشرحها والبراتر ريجن وبعدين بالمختبر يجي التمبرال اريا فوسا انفرا تمبرال ريجن و التريجو بلتاين فوسا ترى ما صار التريجو بلتاين هسه ايش حكيكم عليها نجي هسه اول شيء على من اعلى شيء هو الفولت السكاب هذا السكاب يكون من السكين هذا السكين اللي تشوفه زين وجوا كونكتد تيشو هاي الكونكتد تيشو سكين كونكتد تيشو بعدين ادي الاي الابنوسز اس السكين كونكتد تيشو سي اي للابنوسز ابنوسز شنو ابنوسز يعني مال العضل فين ابنوسز ماخذين بالتشكيل محاضرة هو شيت شيت لايك انسرشن عضل هاي فرونتاليس والاوكسيبتاليس بدل ما تصير تندن عضلات على شكل تندن تصير شنو تصير شيت او فلات انسرشن فلات شيت انسرشن اذا هذا عندي سكين سبكنا تشو الابنوسس اللي هو هذا ابنوسس انسرشن بي ام اوف ويش مصل فرونتاليس بالانتيريا والاوكسيبتاليس بالبوستيريا هذا من ضمن الفيشل اكسبريشن مال اوكسيبتاليس والفرونتاليس الفرونتاليس والفرونتاليس زين بعد الابنوسس شنو عندي اكو طبقه خفيفه بين السكال والابنوسس لوز اريال تيشو هاي حتى تحرك لي التند اشيت هذا قلنا نتحرك العضله الفروتراس تتحرك بسهوله زين على السكال واخير شيء هو هذا البون محاط بالريوسم اسمه بي في هذا نسميه هذا سكاب اس سكين كونكتد تيشو ابنوسس لوز اريال تيشو والبريوسم الكيوج كفر ذا بون واضح ال انرفيشن اوف ذا سكال كومبوز اوف ذا فولوينج الانرفيشن سوبرا اوربيتال سوبرا تروكيلير فون ميديا مور ميديالي سوبرا تروكيلير وأدي هنا أوريكولو تمبرال نير لسر أوكسيبتال نير وغريت أغريتر أوكسيبتال نير وأخير شيء الثيرد أوكسيبتال نير لديس وان زين هذا الانرفيشن اوف ذا سكالب زين نضيف له زيجمنتيكو تمبرال اللي هو برانش من التراجمنال هم ضمن السكال السكالب اوكي اذن هاي الانرفيشن اوف ذا سكالب الارتيريال سبلاي هذا الموديل ادي كل موديل ادي بي فيتشر يعني يعطيني هذا انرفيشن هذا يعطيني هذا يعطيني بلاد سبلاي هذا عندك ابنوسس واضحه فرونتاليس اوكسيبتاليس ذس وان هاي من سوبير نيوكلاين فهاي اوكسيبتاليس اند ذس وان از فرونت تالس هاي فرونتالس انزين شنو مالت الابيكرين ابنوسس ابيكرين ابنوسس اللي هاي فلات شيت ابنوسس هذا الموديل نفس هذا بس هذا بلاد سبلاي يعني بلاد سبلاي انرفيشن نفس الشيء بس هذا يوضح لي بلاد سبلاي اللي هي سوبرا تروكليير سوبرا اوربيتال هذا اوربيت سوبرا اوربيتال تروكليير قريب على السوبر ابليك تندن شيت هذا سوبرا تروكيلير ارتري سوبرا اوربيتال 2 بعد ادي سوبرفيشال تمبرال ارتري بوستيريا اوريكولار ارتري هاي شريانين وعدي اخير واحد اللي هو واحد ارت برانش واحد واسمه اوكسيبتال ارتري زين فاذا صعدي ذس وان يجيني من الاكسترنال كاروتيد ارتري هذا يجيني من ال انترنال كاروتيد ارتري بس ما يطب لناك يعطيني بال يعني برانش ديفيجن مالته يعطيني سوبرا تروكيلير سوبرا اوربيتال ذني الارتريات اللي هي سوبرفيشال تمبرال ارتري
قدام ترقص هذا تقدر تحس الفلسيشن مالته، ترقص هاي الاير تقدر تحسها بايديك تتحرك، فهذا هو التريجرز قدامه احس البلسيشن اوف سوبرفيشال تمبرال ارتري تمبرال ارترايتس. اذا صار عندك انفكت التهاب هذا الشريان يصير فد سيفير هدك، لان يمشي يو نيرف، هذا النيرف شنو شو اسمه اوريكولا تمبرال نيرف اللي هو هذا، هذا اوريكولا تمبرال نيرف مع السوبرفيشال تمبرال ارتري اللي هنا، فيصير عندك ارتيشن هذا النيرف يصير عندك سيفير هدك، هدك يصير زين. فاذا صار عندي ارتري سوبرا تروكليال سوبرا اوربيتال سوبرفيشال تمبرال ارتري بوستيريور اوركيولار ارتري خلف الاوركيول وعندي اوكسيبتال ارتري زين، هذا اوكسيبتال ارتري هذا البلاد سبلاي اوف ذا سكالب. البلاد سبلاي اوف مالتين تكون كلش بروفيوز لان تجي من عده ارتريات، واحد منها اثنين من اثنين خمس ارتريات تزود السكاب. الفينز الدرينج تروح للكورسبوندينج فين اوكسيبتال بس اوريكولار سوبرفيشال تمبرال فين سوبرا اوربيتال سوبرا تروكيلار فين كورسبوندينج للارتري زين. اذا هذا هو البلد سبلاي والانرفيشن اوف ذا سكالب مسل افرونتالس اوكسيبتالس من الابيكرينال افرونوسس اللير من سوبرفيشال الى الديب للبيريوسيوم هذا هو السكالب. الفيتشر للسكالب كلينيكال اللي تشوفها من يصير اي انجري للسكالب يصير دائما بليدنج هواي بيه. ليش؟ لان بلد سبلاي قلنا ست بلد خمس بلد سبلاي يزودها وما يتوقف البلد. ليش ما يتوقف؟ لانه الدنس كونكتيف تشو فرط الراس تمنع البلد سبلاي بانه شنو يصير شنو فازا سبازم. فالبلد سبلاي تلاحظ لما كان بالتشو اذا صار كتبي هذا البلد سبلاي الميزه مالته تلاحظ راسا صار بي سبازم ويصغر الارتري يصير سبازم يتقلص مثل حالة اي عضلة تتقلص ويصير سنوسز للكاليبر مالته الدايمتر فيقوم يمنع البليدنج. بالسكاب لا مكلب بكونكتيف تشو فبيصير كاتبي يبقى بليدنج. جربوا اي واحد من يضرب راسه يصير بي بليدنج ما يتوقف، لكن تجرح هنا دقيقة واحدة احسب يتوقف النزف. ليش؟ هذا اللي هنا لوز تشو هنا دنس كونكتيف تشو بل فروت الراس ها؟ الا اذا سوى بريشر عليه بريشر سوى كلوت، الكلوت تايم يعني ما يصير فاز سبازم. يعني اذا واحد يتصوب بالمعركة وصار عنده غيبوبة احتمال يروح بليدنج يصير يظل يستمر بينزف. لكن غير مكان اذا حتى لو الايد انضربت حتى لو شلون كبير انضرب وصار بيه بليدنج يصير سبازم بيه. ليش؟ ماكو بي كونكتيف تشو تلزم هذا الارتري. فالارتري يصير كونتراكت له من يصير كونتراكت شو يصير؟ الكاليبر مالته يصغر فشو يصير؟ يمنع النزف. هي هاي فكره البليدنج ميكانيزم شنو؟ بينزل الارتري يصير بي فاز سبازم زين؟ زين زين هسه خلصنا هاي الاتكاب جو هذا زين هاي ذني شنو ذني؟ موجود على البونز نفتح البون نلقي اكو هنا بلد سبلاي بيها شنو هاي؟ هاي شنو؟ هاي شنو؟ هاي موجوده وين؟ بالبون مره اوف ذا سكام بون اللي هي فلات بون اللي هي ديبلوك فين ما لها اسم هي مجرد بس ديبلوك فين موجود بالديبلوي بين التمبر اوف ذا تعرف الفلات بون يتكون من انر واوتر تيبل زين بيناتن اكو دبلوي اللي هو سبونج بون. فالسبونج بون بي فينز يسموه دبلوك فين يربط لي السوبرفيشال فين مع السجيتال ساينس الموجود هنا بي فين سميه ايميسري فين يربط هذا الفين مع الفين الموجود هنا بهذني دبلوك فين. اذا الحلقه توصل بين السوبرفيشال ويا من ويا السجيتال ساينس اللي هي هذا
اكو فينات تربطها يسموها ايميسري فين، تخترق البون عن طريق السبونج بون اللي مو هذا دبلوجين زين بطني الفينات مال هذا مع هذا مع السجيتال ساينس. واحد شفتوها هاي دبلوج فين، هاي سوبرفيشال بلاد سبلاي للسكاب اشينها زين.